المبادرة الرئاسية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية التي تستهدف 12 محافظة بتلك المرحلة بتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ورفع الوعي الصحي للمرأة والأسرة من خلال المراكز الطبية والقوافل المتنقلة التي تتضمن العديد من التخصصات العلاجية المختلفة. مقدم الخدمة كله مدرب سواء أطباء تمريض رائدات على الرسائل اللي احنا بنوصلها. طبعا عندنا كافيتيريا الوسائل ذات الجدة، كان عندنا جميع الوسائل زاد علينا اللولة بالهرموني وكل وسيلة بتيجي طبعا بالمعايير بتاعتها. احنا بنهتم بصحة المرأة ككل عامة من ناحية تنظيم الأسرة، يهمنا مردودها أو نفهم السيدة اللي جاية مردودها على الأم وعلى الطفل، مردودها عليها هي إيه هو، مردودها على أبنائها وأسرتها إيه هي. تمام. بنفس الكلام برضو احنا عندنا تمكين المرأة شغالين، بنحسن حالتها الصحية، بنحسن حالتها الاقتصادية، فبالتالي بنعلمهم حرف من خلال نادي المرأة. فالحرفة دي الست ممكن تعمل مشروع صغير فبالتالي تستفيد منها ويكون عائد ليها وعلى أسرتها. النهاردة عملنا قافلة طبية، القافلة بتشمل عدة تخصصات كلها تخص المرأة. عاملين تزامنا مع القافلة عاملين حضرتك مبادرة الاعتلال الكلوي، دي كانت مبادرة من مبادرات السيد الرئيس. بنعمل تحاليل وظائف كلى، دهون ثلاثية، صورة دم كاملة، سكر تراكمي. عاملين برضو مبادرة صحة المرأة في قلب عيادة تنظيم الأسرة، دي برضو من مبادرات سيد الرئيس. وعاملين حاجة حلوة تاني، عاملين حضرتك محو الأمية تزامنا مع القافلة، بنعمل اختبارات فورية. الحملة تقوم بتقديم الخدمات والبرامج التوعوية لتنظيم الأسرة وصحة الإنجاب ومدى المردود الإيجابي على صحة الأم والطفل، إضافة إلى تنمية الوعي لدى الفئات المستهدفة من المبادرة. طبعا كل الوسائل مجاني، في صحة المرأة ككشف ثدي، ككشف أي مشكلة عند المرأة برضو كله مجاني ماشي. وبنديها كمان لو لا قدر الله احنا اكتشفنا عندها حاجة بنديها في عندنا هنا مستشفيات للتحويل. دور الرائدة طبعا جذب منتفعات لعيادة تنظيم الأسرة وعن طريق التوعية، انها بتوعيها طبعا عن أهمية المباعدة بين الولادات وأهمية تنظيم الأسرة بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل وبالنسبة للمجتمع ككل. المنتفعون أثنوا على تلك المبادرة نظرا لما تستهدف من إجراءات وخطوات إيجابية لدى الأسرة المصرية. كويس، يعني أنا كشفت عظام ورحت خدت وسيلة، كنت باخد وسيلة من الصيدلية من بره، ولما جيت هنا اقتنعت بكلامه وخدت من عندهم هنا وسيلة كويسة. استفدت، دخلت خدت وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وبعدين كشفت على حد كان معايا، يعني كان في عيادة بطنة كشفنا عليه ورحنا الصيدلية صرفنا العلاج برضو بالمجان. مبادرات من حقك تنظمي واحدة من المبادرات الرئاسية الفاعلة والمهمة التي تستهدف رفع الوعي لدى المواطن المصري في كيفية التعامل مع المشكلة السكانية بشكل واقعي. محمد حلمي، التلفزيون المصري.